بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة إن شاء الله يا شباب هنحل بوكلت رقم 12 من كتاب الوافي مراجعة نهائية 2021. إحنا دلوقتي في الدرس الثاني في الباب الثاني التحليل الكيميائي. النهاردة البوكلت 10 أسئلة على مجموعة أنيونات حمض الكبريتيك وكلوريد البريوم اللي هي المجموعة الثانية والثالثة في الأنيونات. البوكلت ده 10 أسئلة بس على الدرس هنحلهم إن شاء الله، وانا بحل ممكن افصل الاسئله عن بعض بس لو انا محتاج اكتب كتير او اشرح يعني ايه على السؤال. السؤال الاول بيقول لي الشكل البيان المقابل يعبر عن العلاقه بين كتله ثلاثه املاح شحيحه الذوبان في الماء، يعني الثلاث املاح شحيحه الذوبان في الميه A و B و C. بيقول لي لو انا ضفت لهم محلول النشادر المركز ايه اللي هيحصل لهم مع مرور الزمن، وجايب لي الثلاث املاح اللي هو الاي جي سي ال والاي جي بي ار والاي جي اي، وبيقول لي اختار مين الاي والبي والسي. طيب احنا عارفين من المنهج بتاعنا ان الاي جي سي ال اي جي بي ار اي جي اي دول رواسب، تمام؟ هو قايل لي كده في السؤال، وقايل لي ان الاي جي سي ال راسب ابيض والاي جي بي ار ابيض مصفر والاي جي اي راسب اصفر. كنا بنميز بينهم ازاي؟ الـ AGCL بيدوب كويس جدا في محلول النشادر المركز، الـ AGBR بيدوب بس بيدوب ببطء، الـ AGI ما بيدوبش اصلا. يلا هو بيقول لي دلوقتي انا ضفت عليهم محلول النشادر المركز، هتبقى ايه العلاقة بين كتلة الراسب والزمن؟ زي ما انتوا شايفين الراسب ايه داب بسرعة جدا، عرفت منين ان هو داب في زمن قليل؟ طب البي؟ البي داب برضو بس داب في زمن ايه؟ كتير، يعني ده ببطء. اما السي مهما اضع محلول النشادر المركز كتلة الراسب زي ما هي يعني ما بيدوبش، يبقى اكيد الاي هو الاي جي سي ال، والبي اللي ده ببطء اللي هو الاي جي بي ار، والسي اللي هو ما دبش خالص اللي هو الاي جي اي. ادور على الاجابة اللي بتقول لي ان الاي هو الاي جي سي ال والبي هي الاي جي بي ار والسي هو الاي جي اي، هلاقيها الاجابة دال. زي ما انتوا شايفين في كتاب المدرسة في الكشف الايه التأكيدي لأنيون الكلوريد مكتوب هيطلع اهو راسب ابيض من كلوريد الفضة اللي هو اي جي سي ال، يصير بنفسجيا عند تعرضه للضوء ويذوب في محلول النشادر المركز. طيب تحته البروميد الاي جي بي ار بيقول لي يتكون راسب ابيض مصفر من بروميد الفضة، يصير داكنا عند تعرضه للضوء ويذوب ببطء في محلول النشادر الايه المركز، او مكتوب ببطء. وزي ما انتوا شايفين اليوديد الاي جي اي راسب اصفر من يوديد الفضه لا يذوب في محلول النشادر الايه المركز. السؤال رقم 2 اربعه غازات لها الصفات التاليه، الاي له رائحه نفاذه ويتاكسد بالعوامل المؤكسده، طبعا عارفين ان هو مين الاس او 2، وكان بيتاكسد بواسطه مين؟ بواسطه ثاني كرومات البوتاسيوم المحمضه بحمض الايه الكبريتيك، كانت بتتحول ثاني كرومات البوتاسيوم من اللون البرتقالي الى اللون الايه الاخضر لتكون الكروم الثلاثي اللي هو Cr2SO4x3 اللي هي كبريتات الكروم 3 اللي لونها ايه اخضر. يبقى الاولان ده SO2، اشوف الاجابات الاقي SO2 موجوده في الاجابه الف وجيم، طيب اكمل. بيقول لي غاز عديم اللون يتاكسد بسهوله في الهواء، مين اللي كان الغاز العديم اللون؟ الـ NO. لما كنا بنكشف عن أنيون النيتريت كان بيتحول حمض النيتروز اللي هو الغير ثابت بيتكسر إلى NO، الـ NO ده عديم اللون وهو خارج من فوهة الأنبوبة بيتأكسد إلى NO2 اللي هو لونه إيه؟ بني محمر، يبقى أكيد الـ B هو الـ NO، يبقى الإجابة ألف. طب تعالوا نتأكد أكتر. بيقول لي الـ C غاز له رائحة غير مقبولة، من اللي خدنا الغاز اللي ريحته غير مقبولة أو كريه الرائحة اللي هي تشبه رائحة البيض الفاسد اللي هو الـ H2S اللي هو ده الـ C، يبقى أكيد الإجابة هي ألف. طب تعالوا نتأكد أكتر. الغاز الـ D يذوب في الماء ويكون راسب أبيض مع هيدروكسيد الكالسيوم، فعلا هو الـ CO2، الـ CO2 فعلا لما بيدوب في المية بيديني إيه؟ بيديني حمض الكربونيك اللي هو H2CO3. طيب هو CO2 بيدي راسب ابيض لما يتفاعل مع هيدروكسيد الكالسيوم اللي هو ماء الجير، لانه بيعكر ماء الجير لو مر عليه
لفترة قصيرة بيديني CaCO3 مع H2O اللي هو راسب أبيض من كربونات الكالسيوم اللي بتعكر ماء الجير. يبقى الإجابة أكيد هي إيه؟ هي ألف. وزي ما أنتوا شايفين في كتاب المدرسة، يتصاعد غاز ثاني أكسيد الكبريت اللي ريحته نفاذة، اللي بيحصل له عملية أكسدة عن طريق العامل المؤكسد اللي هو ثاني كرومات البوتاسيوم المحمضة بحمض الكبريتيك الإيه؟ المركز. وزي ما انتم شايفين هنا، يحدث فوران ويتصاعد غاز ثاني اكسيد الكربون الذي يعكر ماء الجير لانه بيتفاعل مع هيدروكسيد الكالسيوم وبيدي راسب ابيض من كربونات الكالسيوم، طبعا ده لو مررناه لفتره ايه قصيره. وزي ما انتم شايفين في الكبريتيد، يتصاعد غاز كبريتيد الهيدروجين اللي هو H2S اللي هو كريه الرائحه. واخر غاز كان موجود معانا في السؤال اللي هو NO، زي ما انتم شايفين حمض النيتروز لما اتكسر الى حمض النيتريك وميه واكسيد النيتريك، هو ده الغاز العديم اللون اللي هو الـ NO الذي يتحول عند فوهة الأنبوبة الى اللون البني المحمر لتكون ثاني اكسيد الايه النيتروجين. السؤال رقم 3 بيقول لي يتفاعل حمض الكبريتيك مع كل من ما ياتي ما عدا. طيب تعالوا نجرب الاول الحاجات اللي فعلا بيتفاعل مع حمض الكبريتيك وعليكم في المنهج، زي الـ HBr مثلا. انتوا اخدتوا تفاعل 2 HBr هفعله مع H2SO4 كان بيتكون ايه؟ كنت قلت لكم قبل كده ان احنا ممكن نقسم ده عشان نخليها بطريقة سهلة الى H2SO3 و O. طيب الحمض ده بيتكسر الى ايه؟ بيتكسر الى H2O و SO2، ادا H2O و SO2، وهنا 2H مع الأول لسه ديت تديني واحدة مية كمان، ويتبقى Br2 اللي هي أبخرة برتقالية حمراء من البروم تصفر ورقة مبللة بالنشا. يبقى هنا حمض الكبريتيك عامل مؤكسد، أكسد البروم سالب 1 إلى 0، فزاد عدد التأكسد يبقى حصل له عملية إيه؟ أكسدة. يبقى حمض الكبريتيك هنا عامل إيه؟ مؤكسد، يعني حصل له عملية اختزال. هتلاقوا الكبريت هنا موجب 6 بقى موجب 4، يبقى هو فعلا بيتفاعل مع الـ HBr. طب تعالوا نشوف كده هل بيتفاعل مع الـ HI؟ ايوه خدناها ونفس التفاعل بالظبط، يعني اللي فهم التفاعل ده هيفهم اللي جاي. 2 HI مع H2SO4. يلا تعالوا نقسم ده الى H2SO3 و O. الـ H2SO3 هتتكسر الى H2O و SO2. بعدين الـ 2 H دول هياخدوا الأكسجين اللي لسه ويدوني كمان مية. ويطلع ايه؟ أبخرة بنفسجية من اليود تزرق ورقة مبللة بالنشا، يبقى بيتفاعل مع الـ HI. طيب تعالوا نشوف الـ NaCl، نشوف الـ NaCl بيتفاعل مع الـ H2SO4 ولا لأ؟ بيتفاعل. بيتفاعل ليه؟ لأن أصلاً حمض الكبريتيك ده يا شباب كاشف لأنيونات المجموعة التانية اللي هي مين؟ كلوريد بروميد يوديد نترات، يبقى بيتفاعل مع ده ويديني Na2SO4 ويديني 2 HCl لما نوزن المعادلة يعني. طيب ال HCl اللي طلع ده هل يتفاعل مع الزيادة من حمض الكبريتيك زي ال HBr وال HI؟ قال لي لأ، ده احنا كنا بنكشف عنه ان نجيب ال HCl ده اللي هي ساق مبللة بالأمونيا، كان بيديني سحب بيضاء من كلوريد الأمونيوم. طيب ليه ما استخدمناش الـ H2SO4؟ الـ H2SO4 مع الـ HCl بيديني حاجة اسمها أبخرة حمضية، يعني الـ H2SO4 مع HCl هيديني نفس الإجابة، H2SO4 مع HCl. أمال إيه الفرق؟ إن ده كان دايب في مية. الـ H2SO4 بيسموه نازع للماء أو dehydrating agent، يعني بيسحب المية من المركب اللي جنبه. لما هيسحب الميه من ال HCl، ال HCl هيخرج على هيئه ابخره حمضيه، والتفاعل ده خطر جدا. هو مش تفاعل، العمليه دي خطر جدا، لان ال HCl بيخرج على هيئه ايه؟ ابخره. يبقى ما بيحصلش بينهم تفاعل ايه؟ كيميائي. يبقى الاجابه هتكون HCl. وزي ما انتم شايفين لما جينا نكشف عن الكلوريد فعلنا ال NaCl اللي هي جت في السؤال مع H2SO4، شايفين ليكويد اللي دي يعني مركز كونسنتريتد اهو، وبسخن بيديني كبريتات صوديوم وابخره ال HCl. ال HCl اللي طلع ده انا بقابله بمين؟ بساق مبلله بمين؟ بالنشادر.
فبتديني سحب بيضاء من كلوريد الأمونيوم. طيب لما جيت أعمل نفس الحركة دي مع البروم أهو طلع HBr، ال HBr اللي طلع اتفاعل مع الزيادة من حمض الكبريتيك المركز وادى النتيجة اللي انتوا شايفينها دي اللي أنا كتبتها وأنا بشرح، ويطلع أبخرة إيه؟ برتقالية حمراء من البروم تسبب اصفرار ورقة مبللة بمحلول النشا. طيب لما جيت أشتغل مع اليود نفس الفكرة، جبت الملح وحطيت عليه الكاشف بتاع المجموع اللي هو حمض الكبريتيك المركز، طلع لي أبخرة من ال HI. ال HI ده بقى زي ما جه في السؤال، هو وال HBr بيتفاعلوا مع الزيادة من حمض الكبريتيك، ويكتب لي إيه؟ 2H2O وSO2 وI2. ال I2 اللي هي أبخرة إيه؟ لونها بنفسجي، تسبب زرقة ورقة مبللة بمحلول الإيه؟ النشا. السؤال رقم 4، يمكن الحصول على النحاس من سبيكة النحاس الأصفر بإضافة كل مما يأتي ما عدا. طيب تعالوا نفهم الأول إيه سبيكة النحاس الأصفر. أخذناها في الباب الأول، كانت عبارة عن سبيكة من النحاس والخرسين، صح ولا لأ؟ أنا عايز أحصل على مين؟ عايز أحصل على النحاس، يبقى لازم أضيف حاجة تتفاعل مع الخرسين تدوب الخرسين، لكن ما تدوبش مين؟ ما تدوبش النحاس عشان أحصل عليه. طيب تعالوا نشوف أول إجابة، حمض الهيدروكلوريك المخفف. هل حمض الهيدروكلوريك المخفف يدوب الخرسين وما يدوبش السي يو اللي هو النحاس؟ آه كلام صحيح 100%، لأن الزد إن أنشط من الهيدروجين فيقدر يحل محله في محاليل الإيه؟ الأحماض بتاعته، فيديني زد إن سي إل 2 ويتصاعد غاز الهيدروجين، ده أي كيو يعني دوبه أهو، يبقى دي دابت، صح ولا لأ؟ يبقى أنا كده دوبت مين؟ دوبت الخرسين. طب وهو السي يو ما يعرفش يتفاعل مع الاتش سي ال؟ لا ما يقدرش، ليه؟ لان النحاس يقع تحت الهيدروجين في سلسله النشاط الكيميائي، فيكون اقل منه نشاطا فلا يستطيع ان يحل ايه؟ محله. طيب يبقى ده ينفع. هو بيقول لي ما عدا، نشوف الاجابه باء، حمض الكبريتيك المخفف هل يدوب الخرسين ويسيب لي النحاس عشان احصل عليه؟ نفس الفكره بالظبط بتاعت السؤال الاول، يبقى هنجيب الخرسين وفعله مع H2SO4 اللي هو الحمض المخفف، هيتفاعل؟ اه طبعا هيتفاعل، لان الخرسين اكثر نشاطا من الهيدروجين، يبقى يديني ZnSO4 ويتصاعد غاز الايه؟ الهيدروجين. تمام، يبقى ده فعلا ينفع. حمض النيتريك المركز، حمض النيتريك المركز احنا عارفين من الباب التاني بقى ان هو بيتفاعل مع مين؟ مع النحاس، وبيديني ابخره بنيه ايه؟ حمراء من ال NO2. معنى كده ان لو حطيت حمض النيتريك المركز هيدوب النحاس، هيخلي النحاس يتفاعل، يبقى انا مش هعرف احصل عليه. لو بقول انا عايز احصل على مين؟ على النحاس، يبقى الاجابه دي ما تنفعش. طيب تعالوا نوري لكم المعادله بسرعه ونرجع نكمل. زي ما انتم شايفين الكشف عن انيون النيترات، كنا بنجيب الملح ونحط عليه H2SO4 بيطلع لي ايه؟ Na2SO4 وHNO3 اللي هو حمض النيتريك. انا بسخن حمض النيتريك ده بيطلع لي ابخره بنيه حمراء، كان بيقول لي تزداد كثافه الابخره لو انا حطيت براده ايه؟ نحاس. لو انا حطيت الخراطه بتاعت النحاس دي، شايفين النحاس هيتفاعل مع مين؟ مع حمض النيتريك المركز، وهيديني CuNO3 by 2 AQ، يعني هتدوب، يعني هيدوب النحاس. يبقى اكيد هي دي الايه؟ الاجابه، مش هعرف احصل على النحاس لو ضفت حمض النيتريك المركز. طب تعالوا نكمل، لو انا ضفت محلول كبريتات الحديد 2 هل يدوب الخرسين وما يدوبش النحاس؟ اه تعالوا نشوف الخرسين كده، لو اتفاعل مع محلول كبريتات الحديد 2، الخرسين اكثر نشاطا من الحديد فيحل محله في محاليل املاحه ويديني ZnSO4 ويتكون مين؟ الحديد اللي هو هيطرد الحديد بره. طيب وهو يعني لو فعلت النحاس مع FeSO4 مش هيتفاعل؟ مش هيتفاعل، لان النحاس اقل نشاط من الحديد فما يعرفش يحل محله في محاليل ايه؟ املاحه، يبقى التفاعل ده ايه؟ مش هيحصل. السؤال رقم 5 بيقول لي يمكن التمييز بين حمض الكبريتيك وحمض الهيدروكلوريك بواسطة كل مما يأتي عدا. أول حاجة كاتب لي كلوريد الصوديوم NaCl. طيب كلوريد الصوديوم الأنيون بتاعه إيه؟ كلوريد، لازم عشان أكشف عنه لازم أستخدم H2SO4،
مش احنا قلنا فكرة الكشف ان احنا بنستخدم حمض اكثر ثباتا هيطرد حمض اقل ثباتا من محاليل املاحه؟ يبقى ما ينفعش استخدم مين؟ حمض الهيدروكلوريك. ليه؟ لان الكلوريد ده مجموعة تانية، وحمض الهيدروكلوريك ده كشف للمجموعة الكام؟ الاولى. يبقى عمره ما هيتفاعل مع مين؟ مع NaCl. وممكن طالب تاني يجيبها كده، يعني اللي هو HCl، الCl هيتفاعل مع Cl ازاي؟ ممكن يجيبها بالشكل ده يعني. يبقى فعلا اقدر اميز بين حمض الكبريتيك وحمض الهيدروكلوريك بال NaCl. ال NaCl هيتفاعل مع ال H2SO4 لان الحمض ده اكثر ثباتا من الحمض المشتق منه الملح ده. اما حمض الهيدروكلوريك مش هيتفاعل مع مين؟ مع ال NaCl. طيب نشوف الاجابة باء، بروميد الصوديوم نفس فكرة السؤال الاول اللي هو الاجابة الف NaBr. طيب البروميد ده مجموعة كام؟ مجموعة تانية. ما احنا عارفين المجموعة التانية هي كلوريد بروميد يوديد نترات. يلا يبقى اقدر اكشف عن ايه؟ البروميد بكاشف المجموعة التانية اللي هو حمض الكبريتيك، يبقى هيتفاعل معاها. اما مع حمض الهيدروكلوريك مش هيتفاعل. طب يوديد البوتاسيوم كي اي نفس الفكرة، موجب سالب. اليوديد ده مجموعة تانية، مين كاشف المجموعة التانية؟ H2SO4. يبقى يتفاعل مع حمض الكبريتيك وما يتفاعلش مع ايه؟ مع حمض الهيدروكلوريك، لان حمض الهيدروكلوريك كاشف للمجموعة الكم؟ الاولى. طيب يبقى اكيد الاجابة دال، بس تعالوا نفهمها قبل ما نجاوب. كبريتيد الصوديوم، طيب كبريتيد الصوديوم Na2S ده الاس ده اللي هو الكبريتيد ده في المجموعة الاولى، يبقى يقدر يتفاعل مع كاشف المجموعة الاولى وكاشف المجموعة التانية. يبقى لو جبت ال Na2S وضفت عليه كاشف المجموعة الأولى اللي هو HCl هيديني إيه؟ هيديني NaCl مع H2S اللي هو غاز كريه الرائحة يسود ورقة مبللة بأسيتات الرصاص، تمام؟ وأوزن المعادلة بتاعتي طبعا. طيب هنا إد غاز H2S، طب تعالوا نجرب ال Na2S مع H2SO4 هيتفاعل؟ هيتفاعل. ليه؟ هو اصلا ده انيون للمجموعه الاولى، يبقى هيتفاعل مع كاشف المجموعه الاولى، يبقى اكيد هيقدر يتفاعل مع كاشف المجموعه الكام؟ الثانيه. طيب هيدينا ايه؟ قال لي هيدينا Na2SO4 مع H2S، يبقى اداني نفس الايه؟ نفس النتيجه. فانا كده مش هقدر اميز الحمض اللي اتضاف ده حمض الهيدروكلوريك ولا حمض الايه؟ الكبريتيك، فما اقدرش اميز بكبريتيد الايه؟ الصوديوم. السؤال رقم 6 بيقول لي في التفاعل التالي K2Cr2O7 مع SO2 مع H2SO4. طبعا خدنا التفاعل ده اكتر من مرة ان الغاز ده نفاذ الرائحة، كنا بنكشف عنه ان احنا بنحط ورقة مبللة بثاني كرومات البوتاسيوم المحمضة بحمض الكبريتيك، هتتحول من اللون البرتقالي الى اللون الاخضر لتكون كبريتات الكروم 3. مين المركب ده؟ الكي هتمسك في الاي في الاس او 4 هيدينا K2SO4. مش عارفها، هتفتح كتاب المدرسه هتلاقيه مباشر على طول. التفاعل قدامكم هو K2Cr2O7 مع SO2 مع H2SO4 هيدينا ايه؟ K2SO4، ده المركب الناقص. يبقى انا كده عارف مين هو الاكس. كل المعلومات اللي جايبها لك دي صح على الماده اكس اللي هي كبريتات البوتاسيوم ما عدا واحده. تعالوا نكتشف ايه هو الخطا. محلول ملح، هو فعلا محلول اهو وملح لحمض ثابت، هو مين الحمض بتاع K2SO4؟ شيل الكي وحط H، يبقى H2SO4. فعلا ده حمض ثابت. احنا قلنا الاحماض اللي عندنا ايه؟ ضعيفة الثبات اللي هي المجموعة الاولى، متوسطة الثبات اللي هي المجموعة التانية، عالية الثبات اللي هي المجموعة التالتة اللي هي حمض الكبريتيك وحمض الايه؟ الفوسفوريك، تمام؟ يبقى محلول ملح لحمض ثابت صح، ويعطي راسب ابيض مع كلوريد الباريوم. تعالوا نشوف كده، لو انا عندي K2SO4 وهيتفاعل مع BaCl2، احنا اصلا عارفين ان كلوريد الباريوم كشف للمجموعه الكام؟ الثالثه اللي هي كبريتات وفوسفات، فعلا هيديني 2KCl وهيديني BaSO4، ده راسب، راسب ابيض لا يذوب في حمض الهيدروكلوريك الايه؟ المخفف. يبقى المعلومه دي صح. نشوف الاجابه باء، محلول ملح لحمض متوسط الثبات. لا احنا قايلين ان هو حمض الايه؟
الكبريتيك هو ده الحمض بتاع الملح اللي هو المادة اكس، ده حمض على الايه الثبات، وهيتفاعل مع حمض الكبريتيك، يعني كبريتات تتفاعل مع حمض الكبريتيك. لا، يبقى المعلومة دي اكيد غلط، يبقى هي دي الاجابة. طب تعالوا نتأكد ان المعلومات اللي بعدها دي كلها صح. بيقول لي محلول ملح لحمض ثابت اللي هو H2SO4 زي ما اتفقنا، كلامه صحيح. وال H2SO4 ما يتفاعلش مع ال HCl، حصل وشرحتها لكم من شوية لما قلت لكم ان ال HCl لما كان بيخرج ما كناش بنكشف عنه بالزيادة من حمض الكبريتيك. كان ايه اللي بيحصل؟ كنا بنكشف عنه بساق مبللة بمحلول الأمونيا اللي هي النشادر، فكان بيديني سحب بيضاء من كلوريد الايه الأمونيوم. اما ده لو اتحط على ده قلنا هيطلع أبخرة حمضية ايه خطرة. يبقى المعلومة دي صحيحة، محلول ملح لحمض سائل فعلا حمض الكبريتيك سائل، ولا يتم الكشف عنه بواسطة الايه ال H3PO4. هو انا لما اجي اكشف عن الكبريتات اكشف عنها بال H3PO4؟ لا طبعا، احنا بنكشف عنها بكلوريد الايه الباريوم. يبقى المعلومة دي كمان صح، يبقى المعلومة الوحيدة اللي غلط هي الاجابة باء. السؤال رقم 7 بيقول لي انيون W لحمض متوسط الثبات. طيب متوسط الثبات يبقى في المجموعة التانية، يبقى ممكن يكون قصده HCl HBr HI HNO3 اللي هي انيونات المجموعة التانية. طب من الانيون ده اكيد قصده كلوريد بروميد يوديد نترات اللي هي المجموعة التانية. عرفت منين؟ لانه بيقول لي حمض متوسط الايه الثبات. هيتأكسد الحمض ده بفعل حمض الكبريتيك المركز. طيب قبل ما اكمل السؤال، انا شرحتها 3-4 مرات النهاردة، طالما قال لي هيتأكسد بفعل حمض الكبريتيك يبقى مستحيل يكون ده، لان احنا قلنا ان ال HCl مش هيتفاعل مع مين؟ مع حمض الكبريتيك المركز. اما ال HBr وال HI بيتفاعلوا مع حمض الكبريتيك الايه المركز. قال لي وبيعطي أبخرة تسبب اصفرار ورقة مبللة بمحلول النشا. اول ما يقول اصفرار اعرف ان هو مين؟ البروميد. مش احنا قلنا هيطلع البروم اللي هو Br2 اللي هو ابخرة برتقالية حمراء تصفر ورقة مبللة بمحلول النشا، ووريتها لكم في كتاب المدرسة من شوية. تمام، يبقى الانيون بتاعي هو البروميد، يبقى هختار الاجابة يا جيم يا دال. طيب محلول الانيون ده بيتفاعل مع نيترات الفضة ويدي راسب اصفر ولا ابيض مصفر؟ طيب ما احنا قلنا في اول البوكلت انا عندي AgCl AgBr AgI، وقلنا ان ده لونه ابيض وده ابيض مصفر، وقلنا ايه ال AgI راسب اصفر، وقلنا الاولاني ده بيدوب كويس جدا في النشادر المركز، والتاني ده بيدوب ببطء في محلول النشادر المركز، وده ما بيدوبش في ايه في محلول النشادر المركز. طب انا بتكلم على البروميد، يبقى راسب ابيض ايه مصفر، يبقى الاجابه دال. السؤال رقم 8 بيقول لي يمكن الكشف عن النشادر باستخدام كل مما ياتي ما عدا. طيب خدنا النهارده النشادر مع ال HCl بيدي ايه؟ بيدي NH4Cl اللي هي سحب بيضاء من كلوريد الامونيوم. يبقى ينفع، ينفع النشادر نكشف عنه بال HCl. طيب النشادر ينفع استخدمه ان انا اكشف عنه بال AgCl؟ طبعا، قلتها النهارده برضو 3 مرات ولا حاجه اهو، لسه كاتبها فوق ايه ال AgCl راسب ابيض بيدوب كويس جدا في محلول الايه النشادر، يبقى فعلا نقدر نكشف. احط AgCl هلاقي الراسب ايه داب. طب Ag3PO4 لو تفتكروا في الفيديو اللي فات قلت لكم ان نيترات الفضه كانت بتكشف كشف تأكيدي عن 6 حاجات علينا في المنهج، الـ AgI دي كانت منهم، والـ AgBr والـ AgCl يبقى الكلوريد والبروميد واليوديد، والمجموعة الثالثة كان الفضة بتكشف عن مين؟ عن الفوسفات Ag3PO4، وقلنا إن ده هو راسب أصفر برضه، وقلت لكم لو جه في الامتحان وقال لك عايزين نميز بين اللون الأصفر ده وده الراسب ده وده، هل هو يوديد ولا فوسفات؟ كنا قلنا هنحط محلول النشادر المركز، ده مش هيدوب لكن ده هي ايه هيدوب. يبقى فعلا ال Ag3PO4 يقدر يكشف عن النشادر ان هيتحطوا على بعض الرسب ده هي ايه هيدوب، لكن NaOH يتفاعل مع النشادر؟ لا طبعا،
النشادر اصلا قاعده محلول الامونيا اللي هو هيدروكسيد الامونيوم قاعده مع قاعده مش هيتفاعل، يبقى الاجابه هي ايه؟ د. السؤال رقم 9 بيقول لي يمكن الحصول على راسب ابيض عند تفاعل نيترات الفضه مع كل من الانيونات التاليه. طيب يبقى اول حاجه انا عندي هنا اي جي موجب وان او 3 سالب، الاي جي موجب ده هيمسك في السوالب اللي موجوده في الاجابات دي ونشوف هيطلع راسب لونه ايه. يلا نجرب واحده واحده. الاي جي مع الاس هيدينا اي جي 2 اس، انتوا عارفين ده راسب لونه ايه؟ راسب اسود. الاي جي 2 اس، البي بي اس، السي يو اس، كل دي رواسب ايه؟ الاس دي لونها اسود. يبقى مش هختار دي اصلا، مش هكمل الاجابه لانه بيقول لي هيدي في الاجابات كلها راسب ايه؟ ابيض. طب يلا نكمل على اللي بعده. اي جي سي ال، ماشي اي جي سي ال راسب ابيض فعلا. اي جي 2 اس او 3 فعلا ده راسب ابيض يسود بالتسخين، بس هو بيقول لي ما قالش تسخين، يبقى فعلا هو راسب ابيض. طيب اي جي بي ار انا لسه قايل دلوقتي ان هو راسب ابيض مصفر، يبقى مش هينفع اختار دي برضو. طب تعالوا نكمل هنا. اي جي 2 اس او 3 راسب ابيض اللي هو يسود بالتسخين، بس هو المهم راسب ايه؟ ابيض، يبقى ينفع. اي جي 2 اس او 4 ده راسب ابيض، والاي جي سي ال راسب ابيض، يبقى اكيد هي دي الاجابه. طب برضو نتاكد هنا، اول ما اشوف الاي يبقى اكيد هيدي اي جي اي، وانا لسه قايل من شويه الاي جي اي راسب ايه؟ اصفر، هو عايز كله ابيض، يبقى اكيد مش دي الاجابه. السؤال رقم 10 بيقول لي يمكن استخدام غاز مين لتقليل اثر الرائحه النفاذه لغاز كلوريد الهيدروجين، يقصد ان في حاجه من دول هتتفاعل مع مين؟ مع اتش سي ال الغاز، قلناها برضو النهارده يجي 4 أو 5 مرات، ايه هي؟ ساق مبلله بالنشادر، محلول النشادر، عشان تدي سحب بيضاء من كلوريد الايه؟ الامونيوم. كده البوكلت ده خلص يا شباب، بالتوفيق والنجاح دايما ان شاء الله.